الأمويون في مقابل قدسية النبي وأهل بيته صنعوا قدسيات مزيفة للاستعاضة بها عن القيم المقدسة التي جاء بها الأنبياء، وللاستعاضة بها عن الأشخاص الذين قدسهم الله عز وجل. لكن الإمام الحسين سلام الله عليه بنهضته المباركة حطم القدسيات المزيفة التي صنعها الأعداء، وأعاد إلى القيم قدسياتها، وأظهر أن القدوس ليس إلا رب العزة والجلال، رب الملائكة والروح، ولا يجوز لأحد أن يقدس أحدا ما قدسه الله. ما قدسه الله، ما قدسه. المصدر للقدسية هو أمر الله عز وجل وإرادته الربانية المقدسة. الله قدوس، إرادته مقدسة، وأمره مقدس، ومن قدسهم الله فهم المقدسون في هذه الحياة، وليس أحد غيرهم.